أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العالمية والعربية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. في العربي الجديد، مناوشات على تويتر بين مقدمي برنامج البشير شو وأنصار مقتدى الصدر. وفي صحيفة المدى، مسؤولون عراقيون: دول متضررة من ميناء الفاو تحاول إفشال المشروع. وفي ألترا عراق، كورونا يفتك بالعشرات، قفزة جديدة لحصيلة الإصابات في العراق. وفي الصباح العراقية، تجهيز منفذ عرعر الحدودي بأجهزة سونار حديثة. وفي العربي 21، استمرار تفشي كورونا عالميا ولقاح فايزر يواجه مشكلة. وفي اندبندنت عربية، طاقة الذرية تتهم إيران بحجب معلومات بشأن موقع نووي مشتبه فيه. أخيرا في الشرق الأوسط، واشنطن تهدد الصين بعقوبات جديدة بسبب ممارساتها في هونغ كونغ. ونبدأ مع العربي الجديد، حيث تناول الكاتب عبد اللطيف السعدون قضية العراق في جدول أعمال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مقالة جاء فيها: يتحسب العراقيون من أن يشرع بايدن في تطبيق خطته لتقسيم بلادهم وما يمكن أن يجره من ويلات عليهم، وإن بعضهم يرى في نيته تخفيف قبضة واشنطن على نظام طهران ورفع القيود التجارية المفروضة عليه والعودة إلى الاتفاق النووي. وإيران من جانبها سوف تستأسد أكثر وستزيد من قبضتها على العراق، وسيتوفر لميليشياتها المجال الأرحب لتعزيز وجودها السياسي وسيطرتها على القرار. ليس ثمة فضيلة يحفظها العراقيون لجوزيف بايدن الصاعد إلى رئاسة الولايات المتحدة، لكنهم يذكرون له خطيئتين كبيرتين بحقهم، فهو الذي دعم بحماسة الحرب عليهم عندما كان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مخالفاً بذلك وجهة نظر كثير من رفاقه الديمقراطيين. وهو صاحب التصريح اللافت: إنها لحماقة كبرى أن نعتقد أننا ننتصر في حربنا على الإرهاب وصدام حسين لا يزال في السلطة. لم يدرك بايدن خطيئته تلك إلا بعد، عندما سعى إلى أن يمحوها بادعائه أن الرئيس الأسبق جورج بوش خدعه عندنا، وعده أنه لن يذهب إلى الحرب وأنه يريد فقط الضغط على صدام كي يتخلى عن طموحاته في امتلاك السلاح النووي ويسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى منشئته، بما يمكن أن يفتح طريقاً إلى السلام. وقد يكون أدرك بعد أن زار العراق أكثر من 24 مرة وأصبح خبيراً في مشكلاته وهمومه أن التدخلات العسكرية لا تمثل حلاً ناجعاً للأزمات الدولية، ولذلك شرع بطرح نفسه داعية سلام وتفاهم، عارضاً تقليص الوجود العسكري الأمريكي في البلدان التي ابتليت به. وعلى أي حال، وقع الفأس بالرأس ولم يكن التذكير بتلك الخطيئة مجدياً. وفي خطيئته الثانية، دعا بايدن إلى تقسيم العراق تقسيماً ناعماً بحسب وصف معهد بروكينجز، عبر خطة تقوم على أساس عزل طائفي في كيانات. ويضيف الكاتب متسائلاً: هل سيعالج بايدن الملفات المفتوحة على نحو يختلف عن سلفه دونالد ترامب؟ هل سيستعيد رؤية أوباما بخصوص مشكلات المنطقة؟ هل ستسمح المؤسسة الأمريكية التي تحدد ثوابت الدولة وتدير مصالحها الاستراتيجية بإحداث تغييرات سريعة ومفاجئة كالتي يتحسب لها العراقيون ويخشونها؟ وحول الاتفاقيات العراقية السعودية الأخيرة وانعكاساتها على إيران، يقول الكاتب فاروق يوسف في مقالة جاء فيها: لا رأي للميليشيات، هناك هدنة ضمنية بين السعودية وإيران موضوعها العراق، فمن غير الاستثمارات السعودية فإن العراق قابل للانفجار. ذلك ما صارت إيران على يقين منه منذ سنوات، وهو ما صار يهدد وجودها في العراق، وهو وجود
لا بد أن يتهاوى إذا ما أحكم العراقيون سيطرتهم على حياتها. ليس هناك شيء غير طبيعي في التقارب العراقي السعودي، الحدث ليس استثنائيا لولا أن ظروف العراق تضفي الطابع الاستثنائي على كل حدث. بالنسبة للسعودية فإنها لا ترمي من وراء مد يد العون للعراق سوى إلى المساهمة في إنقاذ جار شقيق، تكفي إحدى الصفتين لكي تكون مسوغا للقيام بدور إيجابي. يكون من شأنه أن ييسر ما صار إنجازه صعبا. أما بالنسبة للعراق فإن امتناعه عن طلب النجدة من إخوته يعد نوعا من الانتحار الذي لا يمكن القبول به إنسانيا وسياسيا. لقد صار من الصعب بعد كل هذه السنين العجاف التي مرت على العراق تخيل أن يكون تابعا لدولة أخرى ومسيرا من قبلها. فالعراق ليس دولة صغيرة أو قليلة السكان، وهو أيضا ليس بلدا فقيرا بالرغم من الفساد الذي نخره سيظل يدفع به إلى حافات الإفلاس. والعراق أيضا لا يفتقر إلى الخبرات في كل المجالات، وبخاصة الاقتصادية والنفطية والتقنية والصحية. في واقع الأمر إن إيران استهلكت كل ما يمكن أن تقدمه، وهي صغيرة بما تملكه قياساً بالخزين الثقافي العراقي الذي ضاق بما يجري حوله رغم فوهات البنادق المصوبة إلى رؤوس المحتجين. لا يليق بالعراقي أن يعيش بالطريقة التي قررها النظام الإيراني والحرس الثوري. هنالك قوة أكبر من إيران أجبرتها على الصمت وتجميع عصاباتها في مكان بعيد عن المكان الذي تجرى فيه المفاوضات العراقية السعودية. الشعب العراقي هو تلك القوة. ويضيف الكاتب: ليس من المستبعد أن تتوجه عيون العراقيين إلى عرعر باعتبارها بوابة الأمل، ذلك سيكون بداية للتغيير وهو ما ينتظره العراقيون بعد أن تعبوا من انتظار غير مجد. فهل نحن متفائلون إلى درجة تفاجئ السياسيين كونهم يتعاملون مع نتائج أعمالهم بحذر؟ العشوائيات في العراق كانت موضعا تناوله الكاتب وليد خدوري في مقالة جاء فيها: تكمن إحدى مشكلات العراق في الأعوام الأخيرة بالإضافة إلى الفساد والإهمال القياسيين في طريقة رسم موازنة الدولة السنوية، فالدخل المالي الأساسي هو الريع النفطي دون أي محاولة تذكر لتنويع الموارد الاقتصادية. إن الفرضيات المعتمدة لأسعار النفط عالية جدا لا تأخذ بنظر الاعتبار التقلبات في الأسواق، وهناك التهريب عبر الحدود العراقية مع الدول المجاورة الذي يعد مشكلة أخرى. نشرت وزارة التخطيط العراقية الأسبوع الماضي نتائج دراسة ميدانية مفادها أن نحو 3.5 مليون عراقي يسكنون العشوائيات، وهذا العدد يبلغ تقريباً 10% من مجمل عدد سكان العراق البالغ قرابة 40 مليون نسمة. وقد استثنت الوزارة من دراستها سكان كردستان العراق البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريباً، مما يرفع نسبة العشوائيات في المناطق العراقية إلى أكثر من 10% من عدد السكان. وتنتشر هذه العشوائيات بشكل خاص في بغداد والبصرة ونينوى. ومن اللافت للنظر نشر نتائج هذه الدراسة التي كشفت عن التردي الاجتماعي الهائل في أحوال العراق الاجتماعية. في الوقت نفسه الذي أصدر فيه مجلس القضاء الأعلى مذكرة إلقاء قبض بحق المدعو رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء بتهم تتعلق بسوء الإدارة والفساد. وقد اعتقل الحارس بناء على مذكرة مجلس القضاء، وهو يعد أول مستشار لرئيس الوزراء يعتقل بسبب الفساد. إنما تعيشه الكهرباء هو كذلك في وزارات الصحة والنفط والتجارة ودوائر أخرى، حيث الإهمال غير المسبوق في تاريخ العراق الحديث هو السبب الأساس وراء سكن نحو 10% من السكان في العشوائيات. كيف سيدبر العراق نفسه مستقبلاً؟ فبحلول منتصف القرن ستنخفض الصادرات بهيمنة الطاقة المستدامة وتنخفض الأسعار بانخفاض الطلب العالمي. و
ويشير الكاتب إن المأساة الكبرى في عدم تمكن العراق من توفير المشاريع والفرص الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمواطنيه وتوسع العشوائيات السكنية لهذه النسبة العالية لمواطنيه ما هي إلا مؤشر آخر ضمن العشرات من المؤشرات من مؤشرات الفشل والإخفاق بسبب الفساد والهدر وغياب الأمن والاستقرار. الانتخابات الأمريكية وأثرها على العراق موضوع تناولته الكاتبة بيلسان قيصر في مقالة جاء فيها: لا يوجد تفسير للسيل من التهاني لبايدن سيما من قبل رؤساء الوزراء السابقين نور المالكي وعادل عبد المهدي سوى التملق للولي الفقيه في إيران، لكن ألا يكفيهم التعبد في محراب الخامنئي وهم الأقرب إلى القبر؟ العراق فعلا بلد العجائب، أعجب ما فيه الطبقة السياسية التي تحكمه بعد الغزو الأمريكي. فمع ظهور النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية وقبل إقرارها دستورياً واعتراف الرئيس ترامب بها وإنهاء الطعونات التي شابت الانتخابات من قبل المحاكم الأمريكية المختصة، فقد تهافت سياسيو العراق لإرسال برقيات التهاني للرئيس بايدن، وكانت بعض التهاني مثيرة للسخرية، فزعماء الأحزاب الشيعية أعلنوا تأييدهم الرئيس بايدن على الرغم من عدائهم المعلن لأمريكا بكونها قوات احتلال، بل إن نور المالكي نشر صورة تجمعه مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي أوباما في أثناء زيارته الولايات المتحدة وقراءة الفاتحة على قتلة الغزو الأمريكي للعراق. ولا نعرف ما يمثله قزم إيران عادل عبد المهدي من الناحية الرسمية يقدم التهاني لبايدن بل ويطالب بتغيير سياساته مع إيران. في البداية تضاربت التهاني من قبل زعامة الشيعية، ومن المعروف وفق سياقات البروتوكول تكون التهنئة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقط، وحتى هذه البرقيات كانت في سياق مختلف بعض الشيء من حيث اللهجة. إنهم يظنون أن بايدن سيفتح القمقم ويطلب من المارد تغيير العلاقات مع إيران والعودة إلى اتفاقية نووية معها ويرفع الحظر عنها، ولكن هناك ملفات أهم عند بايدن من إيران والعراق، منها الكورونا والعلاقات مع الصين. وتضيف الكاتبة: لم تتمكن إيران من تحقيق مطامحها في العراق على مر التاريخ إلا في ظل الوجود الأمريكي في البلاد، فالاتفاقية العراقية الأمريكية عام 2009 كتبت من قبل إيران وأقزامها في العراق وليس الولايات المتحدة. جائحة كورونا وأخبار إنتاج لقاح جديد هو ما تناوله الكاتب عثمان مير غني في مقالة جاء فيها: اليوم الذي تتوفر فيه اللقاحات وتكون متاحة لدى كل الناس سيكون بالتأكيد يوما عظيما للبشرية، انتظره الناس طويلا وهم يواجهون جائحة قلبت موازين الحياة رأسا على عقب وأودت بحياة أكثر من 100 مليوني إنسان وأحدثت دمارا اقتصاديا سيحتاج إصلاحه لبضع سنوات. أخيراً شعر الناس ببارقة أمل في الخروج من القتامة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم. فإعلان التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90% طورته شركة بايونتك الألمانية بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية كان هو الخبر الذي انتظره العالم طويلاً، بل إنه قد يكون مقدمة لأخبار متتالية عن نجاح التجارب النهائية على لقاحات أخرى واعدة. فالواقع أن الضجة الهائلة التي أحدثها إعلان شركة فايزر يوم الاثنين الماضي غطت على خبرين آخرين إيجابيين في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد. الأول أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منحت تصديقاً طارئاً في يوم الاثنين أيضاً لعلاج تجريبي بالأجسام المضادة لكوفيد-19 كان ضمن العلاجات التي استخدمت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بالمرض. الدواء الذي تنتجه شركة إيلي لايلي الأمريكية يستخدم وفقا لقرار هيئة الغذاء والدواء فور تشخيص الإصابة بالفيروس وفي غضون 10 أيام من ظهور الأعراض.
لكن مع التحذير من استخدامه مع المرضى الذين تجاوزوا هذه المرحلة ودخلوا المستشفيات. الخبر الثاني هو إعلان شركة نوفافاكس الأمريكية موافقة هيئة الغذاء والدواء على وضعها في المسار السريع لبدء تجارب المرحلة النهائية في الولايات المتحدة على اللقاح الذي تجريه مع رويال فري أوسبيتال في لندن، وحقق نتائج أولية واعدة. ويضيف الكاتب: المعركة مع كورونا تبقى متواصلة حتى نعرف كم تستمر فترة فعالية أي لقاح، وما إذا كان الفيروس ذاته سيتحور على غرار الإنفلونزا. المهم أن الثقة تزداد في إمكانية كبح جناح الكورونا بالوصول إلى مرحلة متقدمة في العلاج وفي التطعيم، بما يجعل الفيروس غير مخيف. وحتى إذا لم يمكن القضاء عليه، فإن التعايش معه يصبح ممكنا وعاديا. أمن الكيان الصهيوني وعلاقته برؤساء الولايات المتحدة تناوله الكاتب عبدالله الأشعل في مقالة جاء فيها: إن التزام بايدن بأمن إسرائيل هو استمرار للخط الأمريكي حتى قبل قيامها، وأن بايدن سوف يمكن إسرائيل من الحصول على ما تريد، ولكن بالتدريج ودون حرق المراحل وإحداث الفجوات. النظر إلى مجمل الموقف الأمريكي يقطع بأن واشنطن تفهم تماماً منذ البداية أن المشروع الصهيوني يريد كل فلسطين ويريد الهيمنة على كل المنطقة وخاصة مصر، كما أن واشنطن تتماهى مع الموقف الإسرائيلي وتتظاهر بأنها تخفف بحل الدولتين من انحيازها المطلق لإسرائيل. ولذلك نعتقد أن كل رئيس أمريكي أسهم بقدر ما يستطيع في المشروع الصهيوني، وكان أبرز الرؤساء الأمريكيين مساهمة هو الرئيس كارتر الذي تمكن من استدراج السادات إلى كارثة كامب ديفيد. ويجب أن لا ننخدع باتجاهات بايدن، فالفرق بين ترامب وبايدن هو فرق بين من يعمل بهدوء ومن يعلن عمله للملأ. ولما كان ترامب قد جاء من خارج المؤسسات، فإنه تأثر بطريقته الشخصية في إدارة هذا الملف، ولم يكترث بسياسة الخطوة خطوة التي ابتدعها كيسنجر بعد عام 67 و900 و1000. ذلك أن بايدن سوف يتعامل مع هذا الملف بحذر، وقد يحيي اتفاق أوسلو وهو من أهم محطات المشروع الصهيوني، كما أنه سيعيد باختراق إسرائيل للمنطقة العربية، ولذلك لن يغير موقفه من مصر أو غيرها حرصا على التقارب مع إسرائيل. كوندوليزا رايز وضعت القاعدة صراحة، وهي أن الطريق إلى واشنطن يمر من تل أبيب. وتوصية إسرائيل ورضاها عن أي طرف عربي هو شرط أساس لكي تهتم به واشنطن. تحدث بايدن عن ملفات مصر والسعودية والإمارات، ولكنه كرئيس يختلف عن كونه مرشحا. ويضيف الكاتب: هذا الخط، وهو اعتبار إسرائيل جزءا من الأمن القومي الأمريكي، خط ثابت في السياسة الأمريكية ولا يستطيع أي رئيس أن يخرج عليه. ينطلق السبت 3 رواد من ناسا ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سبيس أكس في أول مهمة تشغيلية مدتها 6 أشهر، تكرس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في أيار مايو الماضي بعد 9 أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا. واعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رسمياً الثلاثاء مركبة كرو دراجون من تطوير سبيس أكس كوسيلة آمنة لنقل روادها في رحلات منتظمة. وكانت مجموعة سبيس أكس التي أسسها إيلون ماسك قد أنجزت مهمة تمهيدية من أيار إلى آب، نقلت خلالها رائدين إلى المحطة الفضائية ثم أعادتهما إلى الأرض من دون مشاكل تذكر. ومن المرتقب أن يقلع صاروخ السبت عند الساعة 7:49 مساء بتوقيت غرينتش من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. ويتألف الطاقم من الأمريكيين مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوشي. والآن مشاهدينا نذهب لنشاهد بعض الرسوم الكاريكاتيرية.
إذن وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.